للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي السعودي الأستاذ مبارك آل عاتي. أهلا بكم أستاذ مبارك إلى استوديو الرافدين. اليوم العاهل السعودي أطلق على القمة اسم قمة القدس، ما رمزية هذه التسمية برأيك وتوقيتها؟ مساء الخير لك يا أخي والمشاهدين. رمأكد أنه كما قال سيد خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد على أن قضية الشرق الأوسط القدس الشريف في وجدان كل عربي ومسلم. نحن نعلم أن للتو صدر قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من القدس إلى من تل أبيب إلى القدس، وهذا الموقف الذي لقي رفضا عربيا من جميع الدول العربية. أراد خادم الحرمين الشريفين من خلال إعلان القمة العربية 29 على أنها قمة القدس إعادة التأكيد على تمسك العرب بأكملهم في القضية الأولى، قضية فلسطين وقضية القدس الشريف، وأنها لن تتخلى عن دورها الريادي ودورها القيادي ودورها الحروبي تجاه قضايا الأمة وقضايا العربة، وخصوصا قضية المسلمين الأولى قضية القدس الشريف. نعم، على صعيد القضية الفلسطينية للمتابعة من السؤال الأول، يعني أكد البيان الختامي للقمة على مركزية القضية الفلسطينية، برأيك هل من الممكن أن نشهد حراك عربي قريب لحل حالة القضية الفلسطينية بعد البيان اليوم؟ رجوعا إلى كلمة الرئيس الفلسطيني وخاصة الطريقة التي أوضح فخامة أنه قد وضعها وأعلنها بمساعدة من العاهل الأردني، أعتقد أنها خطة عربية قابلة للتنفيذ نظير الاستفزاز الأمريكي الذي حصل من إعلان نقل السفارة. وأعتقد أن إعلان الموقف العربي اليوم هو إعادة تأكيد على محورية هذه القضية، وأن العرب بالفعل باتوا مطالبين بخطوات فعلية على لأجل التأكيد على الموقف العربي وعدم التفريط في هذه القضية، وأن الأشقاء الفلسطينيين ليسوا بمفردهم ولم يكونوا بمفردهم ولن يتركوا في الميدان، لأن القضية هي قضية المسلمين ككل وقضية العرب وليست قضية الفلسطينيين فقط. أعتقد أن العرب من خلال وتحت مظلة جامعة الدول العربية وهم في حالة تعافي الآن، أعتقد وأراهن على أنهم سيحقون خطوات سياسية في سبيل إعادة المفاوضات من جديد وفق قرارات شرعية دولية وفق المبادرة العربية التي كانت قد طرحت عام 2002 والتي إعادة القمة اليوم التأكيد عليها وعلى تمسك بها وعلى خيار السلام، طالما أن القوى الدولية بالفعل مارست ضغطا على الاحتلال الإسرائيلي لأن يعود هو إلى طاولة المفاوضات، مع أن الوضع حتى الآن لسنا في وارد أي صعود دولية على هذا الكيان المختلف. نعم أستاذ مبارك، الخطر الإيراني من المخاطر المحدقة بالأمة العربية، نوه البيان الختامي طبعا لهذا الخطر، إلى أي مدى من الممكن أن نشهد استراتيجية أمنية موحدة لرد الخطر الإيراني الداهم على الأراضي العربية؟ حقيقة أن العدوان الإيراني يعني أمر مؤلم، موضوع مؤلم جدا، خصوصا أننا نرى أن العدوان الإيراني السابق واضح في كل الدول العربية، والتدخل الإيراني الآن واضح ما أحدثه من فوضى ومن تفتيت ومن تقسيم ومن نشر للإرهاب والطائفية في كل الدول العربية دون استثناء. أي عاصمة حلت فيها إيران كان نصيبها الفوضى أو الدمار أو التفجير. ما يؤلم أن بعضاً وأؤكد على هذه بعضاً من الدول العربية لا تزال تعتقد أن الصراع سعودي إيراني، مع أنه في حقيقته هو صراع فارسي عربي، صراع إيراني عربي. نحن لمسنا هذا التغول والتوغل الإيراني في كوننا الداخلية في جميع الدول العربية. الآن باتت الصورة أكثر وضوحا هذا ما عرضه السيد خادم الحرمين الشريفين من آثار للتدخل الإيراني سواء في اليمن أو في العراق الشقيق أو في سوريا أو في لبنان أو غيرها من الدول أو البحرين أو حتى المملكة العربية السعودية، كل هذه الدول عانت من التدخلات الإيرانية.
أعتقد لابد من موقف عربي في الاصطفاف مع المشروع العربي الهادف إلى 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 قطع الأذرعة الإيرانية وحماية الأمن القومي العربي من أي تدخل كان من طرف إيران. وصلت الفكرة أستاذ مبارك العاتي المحلل السياسي السعودي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.